هو التدخل، لكن الكرة بتتحول إلى رمي التماس. تدخل فيرون الله على المدافع، استخلاص الكرة قبل أن تصل إلى الخصم في اللقطة الماضية، وينطلق بالكرة إلى الأمام. يتعرض لضغط كبير، تدخل والكرة بتروح. مارتنز كين الحلول بتحرك زملاء.
تغطي هذه الكرة إلى خارج الملعب ترجع من الركنية. تواصل مع حضراتكم مع انطلاقة ضربة البداية للشوط الثاني من هذا اللقاء. تدخل بخلص الكرة. كان بالإمكان أحسن مما كان. الكرة بتتخلص. آدمز استعاد الكرة بشكل سليم. فرصة كبيرة وانطلاقة نحو الأمام. حلوة الكرة إلى الطرف. مشاكل لدفاعات الخصم. يلعب الكرة خطيرة بعد تدخل حارس المرمى. الركلية قد تفتح الطريق لتسجيل هدف بالتأكيد. ضرب ركلية ترسل في وسط منطقة الجزاء. يلعب الكرة في خط الوسط. شوف الاحتكاك البدني. Yeah.
يرجو ضربة مرمى. في هذا المشهد الجمهور يحتفل من الآن لأن فريقهم اقترب من تحقيق الفوز. أجواء احتفالية غير عادية. ما أجمل أن تكون شاهدا على مدرب التاريخ. كيف ممكن تكون فرصة لكن الكرة بتتخلص وتسلم على الفريق الخصم. كرة بتروح عن الجميع بعد هذا التدخل. إريكسون. الملعب ضربة مرمى. ثمان دقائق تفصل عن نهاية اللقاء. Yeah.